إذا رجعنا للصفحة 11 من الكتاب ديال التحكيم، يعني كتيب صغير فيه 17 نص قانوني منظم للعبة، تيشير لنا في الصفحة 11 إلى فلسفة اللاعب. شنو هي الفلسفة ديال الفيفا؟ بكل بساطة، فلسفة الفيفا قائمة على الإنصاف، قائمة على تكافؤ الفرص، قائمة على منح الجميع نفس الطاقات نفس الإمكانيات من أجل التنافس الشريف. عندو مشكل مع الفريق معين شي حالة من الحالات، وتنلقاو كيكون المديرية مضطرة أنها تعاود تصيفط نفس الحكام نفس المقابلة. قال هنا الحكام باعتباره كبشر، شيء طبيعي أنه غادي يدخل ديك المباراة في حالة نفسية اللي غادي تساهم بشكل مباشر أنه يعطي قرارات غير صحيحة، وبالتالي تتأثر بشكل مباشر في نتائج المباريات، وبالتالي الترتيب، وبالتالي يصير احتجاجات والمشاكل. من جملة المشاكل كذلك اللي الآن تعاني منها الحكام وهو المبيت. المبيت ديال الحكام في المدن البعيدة، عفوا أنه كاين واحد المسألة تجاوز المسافة 300 كيلومتر خاصة المدربات، عنده واحد التعويضات على المبيت. الآن الحكام المبيت مابقاش، لأنه موضوعيا مابقاش كيقدو إباتو، عنده ثلاثة ديال المباريات واحد الوقت وجيز، عنده التزامات مهنية ديالو، عنده بزاف ديال المواضيع، ولكن للأسف الشديد ما غاديش يتوفق وما غايمشي شيبات، كيمشي حتى لنفس النهار ويتنقل لديك المدينة وتيمشي يلعب كان المباراة ديالو. هنا عاوتاني كنطرحو التساؤل، كيفاش بغينا هاد الحكم تكون المردودية ديالو مقنعة؟ المواكبة النفسية والذهنية اللي ولاو الآن كيديروها الناس الاختصاصيين ولا تعيين القائم بذاته، ولكن يمكن نقولوا بأنهم المدربين كانوا في الوقت كانوا مدربين نفسانيين، كان يشحن اللاعب يدخل التيران واحد آخر، وهذه كانت تنقل واحد الخاصية اللي كنهضرو على المدربين 18 الخلفي الخبيري. ما مع اللجنة المركزية للتحكيم، ما ضد اللجنة المركزية للتحكيم، ما ضد المديرية. نحن نتكلم حينما يعني كيكون نقط اللي خصنا نثيروها. اللجنة المركزية للتحكيم والمديرية هذه يعني شهور وشهور ولا سنوات وسنوات، وكاين الملاحظات في هذا المجال. حقنا العديد من الملاحظات اللي خصها تاخذ بها اللجنة ولكن او المديرية، ولكن يعني الامور ما كتخرجش بواحد الاذن صاغية. هذا مشكل على مستوى التلفزيون، ما كانش يعني متعمد ان بعدا كندوي على القناه الثانيه، ما كانش متعمد اننا نحيدوا لقطات اللي ربما سي النصيري باغي يشوفها ولا هذا، فاحنا كنا يعني كنأديو الدور ديالنا بامانه، وكننصفوا الحكم اللي خصو يتنصف، واللي ما كانش في نهارو كنوجهوا ليه بعض الملاحظات من اجل اصلاح الاخطاء الى غير ذلك. وقف التامل بالنسبه للتحكيم المغربي، خاصه بعد كثره الاحتجاجات من طرف الانديه الوطنيه، كذلك وقفه التامل من اجل تصحيح المسار. حضروا خبراء اليوم، وحضروا يعني ناس ديال التحكيم واللي عطاوا الاراء ديالهم بخصوص التحكيم المغربي، وخصوص كذلك ما يجب ان تقوم به اللجنه المركزيه للتحكيم والمديريه كذلك. نحن ما كننقصوش من قيمة الناس اللي في المديرية ولا في اللجنة المركزية للتحكيم، وما ناس مروا كحكام بارزين على المستوى الوطني والإفريقي، فقط هناك بعض الملاحظات وبعض الأشياء التي يجب الأخذ بها. غنرفعوا توصيات للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وللجنة المركزية للتحكيم والمديرية كذلك، من أجل إعطاء ملاحظات نتمنوا انهم ياخذوا بها، وان التحكيم المغربي يعود بقوه لسابق عهده. عندنا امثله كثيره اللي تالقت في التحكيم المغربي، المرحوم بالقوله اللي قاد نهائي كاس العالم 98، والعديد من الحكام اللي قادوا يعني المباريات في عصبه الابطال الافريقيه وفي الكونفدراليه وفي نهائيات كاس افريقيا، وكذلك في نهائيات كاس العالم. هاد كاس العالم الاخيره كان جيد وزراق، جوج ديال الحكام من احسن الحكام على الصعيد الافريقي والعالمي، فنتمنوا ان الامور تمشي في اتجاه صحيح، وان الاخطاء نستافدوا منها، وان التوصيات تلقى اذان صاغيه وتصحح المسار. انا نهضر على التحكيم النسوي اون جينيرال بين الحاضر والماضي، كاين واحد التطور كبير، ولا هضرنا على التحكيم النسوي اكيد غادي نهضروا على الكره النسويه، يعني كل ما كانش التطور ديال الكره النسويه ما غاديش يكون التطور ديال التحكيم النسوي، واكيد الفضل راجع للرئيس السي فواز فوزي القجع، المديريه كذلك اللي صراحه كيديروا مجهودات كبيره، وصراحه كاينين اكراهات كما كاينين عندنا حنا، راه كاينين في دول اخرين يعني كل دوله والاكراهات ديالها. صراحة أنا سعيدة بالتواجد ديالي اليوم في هذا الحفل التكريمي ومن طرف الجمعية الصحفية، وصراحة أنا شاء نهضر على التحكيم النسوي لأنه هو اللي كيخصني. زعما صراحة التحكيم النسوي عرف واحد التطور كبير، وهادشي راجع للتطور اللي عرفته الكرة النسوية، لأن هضرنا على التحكيم النسوي كنهضروا على الكرة النسوية، والفضل الكبير كيرجع لصراحة للرئيس صراحة من السي فوزي القجع اللي عطى واحد الاهتمام كبير للكرة النسوية والتحكيم النسوي بالخصوص.
هادشي كيدل على ان كاين واحد التكوين اللي كاين تكوين مستمر اللي كتقوم به المديريه في شخص سيد سياحية حدقه. صراحه اللي عطى واحد الاهتمام كبير للعنصر النسوي، وخير دليل على ان تواجد العنصر النسوي معاهم في المديريه اللي هي خديجه رزاك، هي حكمه دوليه سابقه واللي كنستافدوا بزاف من التجربه ديالها، وهي اللي مسؤوله علينا حاليا. وصراحه يعني دوك بفضل دوك التكوينات المستمره والتكوينات سواء على المستوى الوطني او المستوى الدولي، لان زعما من خلال هذه المديريه زعما قمنا بزاف ديال التدريب اللي هي دوليه، يعني جاو عندنا مكونين على صعيد دولي من الفيفا وقاموا لنا بهذه التكوينات. صراحه لبؤات لبؤات الاطلس كان زعما كنتمنى لهم حظ موفق في المسابقات اللي جايه، وخصوصا في كاس العالم اللي غيمثلونا فيه في استراليا. وما نساوش التحكيم النسوي اللي هو غادي يكون ممثل في استراليا في شخص بوشرة كربوبي وجرمومي فتيحه وحمدي سكينه، وهادشي خير دليل على ان التحكيم النسوي راه غادي في واحد التقدم، لان تبارك الله ثلاثه الحكامات يعني راه هنا فين كنعرفوا ان راه كاين واحد التطور وكاين واحد السيروره اللي زعما ادات اننا تبارك الله التحكيم النسوي كيمثلنا في محافل دوليه، ومازال كنطمحوا لاكثر ان شاء الله. كنظن بانه مجموعه من التوصيات غتصدر في اطار هاد الندوه هذه اللي نظمت بمشاركه بين الجمعيه المغربيه للصحافه الرياضيين وايضا جمعيه الحكام السابقين، وكنظن انكم حضرتوا للنقاش اللي كان في هذا الموضوع واللي شاركوا فيه مجموعه من الاطراف اللي هما مكونين ديال اللعبه، لا حكام سابقين لا حكام حاليين لا اساتذه جامعيين لا مكونين نفسيين. اذا كان هذا النقاش اللي حاول وضع الاسبوع على الواقع الحالي كيفاش التحكيم المغربي، لانه كانت احتجاجات من مجموعه من الفرق على البطوله الوطنيه، كانوا احتجاجات من قبل سنوات خلت، دائما غيبقى الاحتجاج لا في اللحظه الراهنه ولا مستقبلا، لانه التحكيم كيتعلق بشخص، رغم انه الفار جاء باش ربما يقلص من هامش الخطا ديال الحكم، ولكن كيبقى الحكم هو اللي كيتخذ القرار سواء بالفار او بدون فار. حنا ما يهمنا ليس اخطاء بشريه وهذا شيء طبيعي، حنا ما تكونش واحد الاخطاء اللي هي ربما مؤثره، وفي واحد الاحيان كتكون عندها واحد مؤثره والسبب اللي كان فيها ما خصوش يكون سبب مراد له، انه تكون ربما اخطاء عاديه وهذه المسائل، ولكن باش نتفادوا الاخطاء انه يكون تكوين مواكبه، تكوين الحكام، نديروا الخلف باش يكون عندنا حكام كثار اللي من بيناتهم اختاروا، ما نديروش ضغط على حكام معينين هما اللي كيقودوا البطوله الوطنيه وعندهم واحد الترقلات اللي كتكون في واحد الفتره زمنيه وربما كتاثر على الجانب ديال التركيز البدني والذهني ديالهم. اذا كنظن بانه اللجنه المركزيه خاصها من خلال النقاش خاصها المديريه ديال التحكيم خاصها تفتح الباب ديال التواصل مع الصحافة مع الناس ودير ندوات وتناقش هذا الموضوع وتعطينا استراتيجية في 10 سنين، تقول لنا استراتيجية اللي دارت واللي غدا دار حاليا باش أولا نواجهوا النقص وأيضا أن يكون عندنا واحد التكوين في المستوى باش الحكام يكونوا أيضا مواكبين للبطولة الوطنية اللي بغيناها احترافية، مواكبين للإنجازات لحق الفريق الوطني خلال مونديال 2022. ويقدر يكون تردد محاولة تأكيد لاتخاذ القرار المناسب، لأنه ما نساو شيء، واحد الحكم اللي كيشوف واحد القرار في أرضية الملعب وكيعطي قرار وكيمشي للفار وكيلقى قرار آخر باش يتخذ قرار سواء مضاد أو لا يأكد القرار ديالو، ربما كيكون واحد النوع من ليزيتاسيون. وكنظن بأنه هضرنا قبيله على الجانب النفسي، هذا راه شيء مهم، راه حتى الحكم والقرار ديالو اللي غيتاخذوا اذا كتكون عنده مثلا بعض الاحيان الشجاعه انه يتخذ القرار ويعاود يرجع على ذاك القرار اذا كان خطا. وكنظن بانه ليس فقط الان نعتمدوا على الفار كآلية تكنولوجية، ولكن خصنا نعتمدوا على الفار ونكونوا الناس بشكل متواصل، انه كل شيء اللي غيكون ديما نديروا التكوين وندير تكوين في هذا الاطار هذا، ولكن اهم انه نحاول تكون واحد الموكبه النفسيه انه الحكم حقيقه كاين حكام اللي عندهم تجربه اللي عندهم الشخصيه ديالهم اللي عندهم، ولكن راه كاين بعض الاحيان مهما تكون الشخصيه مهما تكون كتجي واحد الحالات اللي كتخليك في واحد الوضع اللي اتخاذ القرار كيكون شويه فيه تردد، باش تبقى عندنا النظره اللي كتقول بانه المراه ربما كتاخذ قرار اقل جراه اكثر من الرجل، لا هو كاين قرار ديال الانسان اللي كيتاخذ القرار في واحد اللحظه مناسبه في واحد الوضعيه مناسبه سواء كانت امراه او رجل. ما وهذا هو اللي هضرنا عليه، هو الجانب النفسي، لانه الفرد بغض النظر على الجنس ديالو ملي كيتاخذ قرار كيتاخذه بناء على شخصيته وبناء على القوه بناء على التكوين ديالو بناء على التجربه ديالو، اذا هذه اللي كتحكم في اتخاذ القرار في اللحظه المناسبه. سعيد بن منصور رئيس جمعيه الرياضه والصداقه اللي صدم قدماء الوجوه الرياضيه الوطنيه ورئيس سابق للجنه المركزيه للتحكيم في العهد ديال الجنرال ادريس منبوس رحمه الله. يعني انا كنت اليوم محظوظ لان حضرت لواحد الندوه في موضوع التحكيم المغربي
واقعه الحالي ومستقبله. فكانت بالنسبة لي مناسبة طيبة، بس رجعت الذاكرة الرياضية ديالي في العهد اللي كنت مسؤول على التحكيم، وشت وجوه كبيرة ديال القدماء الحكام الدوليين اللي حاضرين حضروا هذه الندوة. ورجوعا إلى الموضوع، يعني هو المآل ديال التحكيم المغربي واقعه، تنعتبر بأنه التحكيم المغربي ليس يعني أقل ولا أكثر ما يعني المستوى ديال التحكيم اللي تنعرفوه على المستوى الأوروبي ولا أمريكا الجنوبية، لأنه الأخطاء اللي تتحصل أخطاء عادية مرتبطة بالطبيعة ديال الإنسان، فالحكم هو إلا بشر. أنا بالنسبة لي الفار يعني جاب واحد المسألة جديدة اللي منها من وراءها سيقتنع المتفرج يعني بإما الصحة ديال الموقف أو ديال الحكم أو غير ذلك. قبل ما يكون الفار كان دائما على مدى الاستفهام، هي تبقى موضوعة، راه الحكم ظلمنا، راه الحكم ربما غلب الكفة ديال الفريق الخصم هذا، ولكن الفار تيوضح الأمور، غير أنه تيبقى دائما ما يسمى بالسلطة التقديرية ديال الحكم هي فوق كل شيء. يعني فلما تيشوف ربما واحد وحنا كمتفرجين وكمتتبعين تتبان لنا بأنه واضحة في التصور ديالنا، ولكن الحكم هو مرتبط ببعض القوانين اللي حنا تنجهلوها، يعني لا فيما يتعلق بالشروط على سبيل المثال. بالنسبة لنا كنا تنقولوا بأن هذا شروط واضح، بينما لما تجي يعني وتشوف على حسب الشروط كما عرفها بالقانون ديال التحكيم بأنه لا، يعني هذا كره شروط في محله. ولكن الفار الحديث بك شيق، آخر كلمة في الحق في اللجنة. اللجنة المركزية للتحكيم حاليا أنا بعثت على هذا الميدان، هذه دابا 20 سنة باش أو أكثر يعني باش بعثت على هذا المجال، ولكن كاين الآن جوج ديال الأجهزة في الجامعة، كاين اللجنة المركزية للتحكيم وكاين المديرية. السؤال المطروح يعني شكون اللي تيقرر في الواقع يعني على المستوى ديال التحكيم، واش اللجنة ولا المديرية؟ خليه في آخر في الكلمة هذه، السؤال المطروح. تبارك الله عليك. يوسف مبروك، حكم دولي سابق ورئيس جمعية الحكام الدوليين والفيدراليين السابقين. لا تفوتني فرصة حتى أقدم الشكر الجزيل لكل المنابر الإعلامية اللي شهدت معنا اليوم هذا اليوم، اللي حقيقة كرة القدم الوطنية في حاجة ماسة له. تمثل هذا اليوم هذا في هذه الندوة الصحفية اللي عقدتها جمعية الصحفيين الرياضيين بلا حدود بشراكة وبتعاون مع جمعية الحكام الدوليين والفيدراليين السابقين. اليوم سلطنا الضوء على مجموعة من المشاكل التي يعاني منها قطاع التحكيم، والغيرة اللي شدتنا احنا كحكام سابقين من خلال التطور الكبير اللي عرفته كرة القدم الوطنية والمجهودات الكبيرة التي يقوم بها السيد رئيس الجامعة مشكور من هذه المنابر الإعلامية، حيث أننا لاحظنا التطور والنتائج الكبيرة اللي حققوها المنتخبات الوطنية على رأسهم منتخب الوطن الأول، والصيت الكبير اللي حققوه على مستوى نهائية كأس العالم بقطر واللي يحتل يعني واحد المرتبة جد مشرفة. فلا يعقل أننا نشوفوا التحكيم في هذه الحالة اللي هو فيها دابا، وبالتالي دعت الضرورة أننا نجتزاموا قدر المستطاع في إنقاذ هذا القطاع الحيوي اللي ممكنش المباريات أن تدور وتجرى بدون وجود طاقم تحكيمي. وبالتالي اليوم سلطنا الضوء على مجموعة من المشاكل. لقاء حضروا جوج ديال الرؤساء ديال اللجان المركزية، وهذا الشيء اللي هو معبر، كل من السيب المنصور والسيب وراء عبد المجيد، حضروا مدربين حكام دوليين، حضروا مجموعة من الفاعلين. فاللي كنتمنى أن الصوت ديال هذه الندوة هذه يوصل للجهاز الوصي المسؤول باش أنه يعود مراجعة موضوع التحكيم بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لأنه حقيقة خصنا تكون كما جاء في أحد المداخلات واحد الاستراتيجية واضحة المعالم وسياسة محكمة في علاقة المديرية بكل العصاب الجهوية من أجل
إعطاء دماء جديدة للبطولة الوطنية، وكفانا ما نشوفوا 10 ديال الحكام بهذا الإرهاق اللي كنحطوا فيهم وهذا الضغط النفسي اللي ولاو كيعيشوه من كثرة المباريات اللي كيجريوها، ونفتحوا الباب أمام الشباب اللي موجود الحمد لله، والمغرب ولله الحمد موجود فيه طاقات شابة هائلة بإمكانها أنها يعني تكون تتقود مباراة قسم وطن أول في سن جد مبكر، وبالتالي النفس والدول على المكانة ديالنا داخل التظاهرات الدولية والقارية. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بقناتنا بلاظ ورق تي في دائما في قناتنا.